انا بموازين معينه. نعم يعني ما انا بقول لحضرتك ده حاجه جديده اتعملت المره دي، حاجه جديده. مش طبعا احنا كنا بنستورد الدقيق ده قبل كده ولا ايه؟ لا احنا ما بنستوردش، احنا بنستورد الدقيق المدعم فقط لا غير، اللي هو المخزون بتاعه موجود لغايه نهايه العام. لكن احنا النهارده ده تدخل فخامه الرئيس في الفتره دي بالذات ولمده 4 اشهر ده ثبت الاسعار، وخصوصا ان احنا داخلين على شهر كريم مفترض. نعم. الاسعار بتاعت الخبز كلها تستقر وهتقف عند حد معين بموازين كمان محدده. هو كام وزن الرغيف ده دلوقتي؟ كام؟ 90 ولا 95 جرام؟ لا يا 90. 90. هيبقى 90 مش كده؟ واعتقد ان السعر برضه يبقى ان الوزن يبقى 90 في العيش الحر برضه. العيش الحر هيبقى 90 كمان؟ اعتقد لسه هنقعد احنا مع الوزير ونشوف التسعيره والموازين. هو كام؟ هو العيش المدعوم واخد 90 مش كده؟ وزنه 90. ايوه احمد بيه. طب الحر كام معلش وزنه حاليا؟ لا هو ملوش وزن لسه حاليا لان ده عرض وطلب. عرض وطلب. لسه بقى بعد قرارات رئيس الجمهوريه النهارده الحقيقه يعني هيبقى في نظام تاني خالص من اول بكره او بعده بكتير. تتوقع جنيه ولا اكتر ولا اقل؟ حضرتك قول. لا اتوقع ان هو هيقف عند 75 قرش. 75 قرش؟ حضرتك بتقول انه مش اكتر من كده؟ لا. بعد ما نحسب كل حاجه. طالما الدوله دخلت. ايوه. يبقى لازم كل حاجه تمشي زي ما الدوله عايزه لصالح المواطن وصالح المجتمع المدني كله، لان ده رغيف ده الوجبه الاساسيه للمواطن المصري على المائده بتاعته. طيب بص يا عطيه بيه دلوقتي يا حاج عطيه. عندنا نوعين من العيش الحر، واحد وحضرتك طبعا عارف الموضوع ده. رغيف بيتباع بجنيه ونص ورغيف بيتباع ب 75 ولا مفيش 75 دلوقتي؟ لا في يا فندم، في وفي ب 50 قرش كمان. اللي كان ب 50 بقى 75. لا ما في 50 قرش ده بيروح للمطاعم وبيروح للكبابجيه وكلام من ده. لا وفي ب 75 اللي هو الناس بتاخده، وفي بجنيه الناس بتاخده. اللي حضرتك بس اللي انا عايز اوصل له لحضرتك، طالما الدوله دخلت في تسعير رغيف الخبز الحر الغير مدعم، اذا هيطلع في قرارات منظمه لهذه السلعه في الوقت الراهن ولمده 4 اشهر قدام. عشان نعدي الازمه بتاعت الحرب الروسيه الاوكرانيه. نعم. يعني هيبقى في ثبات في الاسعار. طيب حضرتك بتقول لي انه اقصى سعر هيكون للعيش الحر او السياحي 75 قرش، انت تتوقع كده؟ ده توقعي انا وفكري انا. وبالتالي الانواع الاخرى هتنزل كمان. ايوه يا فندم، امال ايه؟ لا وفي نقطة كمان مهمة جدا يا احمد بيه. اتفضل. ان الدقيق اللي هياخده صاحب المخبز هيبقى ملزم ليه ان هو يشتغله بالمواصفات والموازين والتسعير الجبري اللي هتحدده له وزارة التموين. مع رقابة مكثفة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الاستمرار في الرقابة على الموازين والتسعيرة الجبريه اللي هتحددها الوزاره الفتره القادمه حتى يتم تثبيت الاسعار ولا يتم التلاعب بقوت الشعب المصري. طب معلش دلوقتي انا خرجت تجار الدقيق من المنظومه ولا موجودين معايا وانا هديهم انا اللي هديهم وهم ملتزمين قدامي، ايه الفارق هنا؟ بص يا احمد بيه. ايوه. احنا الدولة دلوقتي في تجار هم اللي بيبيعوا ودوا الدقيق ده للناس ويبقوا. لا ما فيش تجار بيبيعوا، هو اللي بيبيع الدقيق ال 72 ده مين؟ في مستوردين بيستوردوا القمح. وفي اصحاب مطاحن 72 بيستوردوا القمح. النهارده بياخدوا القمح بقى غالي طبقا للبورصه العالميه لارتفاع سعر الدولار الحرب اللي موجوده. لكن كان في مخزون موجود عندهم قبل الحرب. فالنهارده لما الدوله دخلت خلاص خلوا المخزون بتاعكم ده عندكم انتوا. أيوة. فهو بيقعد النهارده الدوله هتديله القمح بسعر المدعم من عندها عشان يطلع دي مدعم. المخابز اللي هي الحره دي تشتغل عيش بمواصفات وموازين وتسعيره جبريه عشان المواطن يلاقي حاجته كلها كامله من غير مغالاه. عظيم. احنا بنتكلم في حاجه بتقولي في خلال الاربع شهور الجايين كلهم ده 100%. طب ما هو التجربة تستمر معانا، ليه 4 شهور ما تستمر معانا؟ لا هو دي احنا طبعا احنا دلوقتي حاليا احنا داخلين في اقتصاد حر على مستوى العالم كله. فما ينفعش ان احنا نتراجع لورا.
لا مش هنتراجع، احنا بنعدي ازمه. الله، ما عندك ازمه بس عندك مواطن كمان. احنا عندنا ازمه، احنا بنعدي الازمه. يا عطيبي عندك مواطن. ماشي يا فندم، احنا عندنا ازمه بنعديها. بنعدي الازمه دي وبنثبت الاسعار. جميل. تدخل الحكومه ده جه في وقت مناسب. ايوه جدا جدا جدا. ايوه عشان ما حدش بعد كده يزود من دماغه. لا هو ما مش هيبقى فيه بقى خلاص، طالما الدوله دخلت يبقى انا ملزم بكل القرارات اللي اتحددها لي الدوله همشي وراها. كويس قوي، يعني ممكن الاقي قرارات خلال اليومين الثلاثه اللي جايين بكتير. ده لو زاد عن كده يعني. لا سعر الرغيف كذا، وزنه كذا، مواصفاته كذا. طبعا عظيم. وبعدين مش كل المخابز، يعني في مخابز بعينها في كل المناطق هتشتغل بالطريقه دي. نعم، هتبقى خاضعه للرقابه التموينيه بتاعت الدوله. في تو...